عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، راح ندير معكم لا تورت. جبنا في الفرن، هنا راني وجدتها، ها هي. هنا درت حبه بصله، سنينه الثوم، فلفل كحل، قزبر مرحي، ملح، زيت، قطعه زبده، نقليهم مليح، نقليو البصل مليح مع النوس. بعد نديرو زروديه حبات، جوج حبات ولا ثلاثه، نقطعوهم اطراف صغار. نضيفو لها الجلبانه، نقليوها مليح. نسيت لا فيونداشي، هي تقليوها مع البصل. عندكم فيونداشي ولا دجاج ولا لحم مقطع قطع صغيره، نتوما واش حبيتو. بعد ما تتقلى مليح نمرقو غير شويه، ما نمرقوش بزاف، ونخليوها نسكر، نغلقو عليها لا كوكوط. كي طيب معنا نصفوها، ما نخليوهاش المرقه تاعها هاي كيفاش تجي. راح نوريكم الطريقه كيفاش نديرها. بسم الله، هنا نفرخها في المول تاعي. نوزعوا الفرن هكذا عشوائي، نكمل نوزع الفرن ونعاود نولي معاكم. وليتي هنا راني وزعت الفرماج تاعي، مكفانيش المول جا معمر، عاودت فرغت مول صغير. نديرو رشة ملح للبيض، نديرو ربع بيضات، هذه هي لا تورت تاعنا راهي واجده. نقول لكم بالصحه والهنا، انا حطيت فيديو من قبل تاع لا تورت لكن بصدر الدجاج، هذه باللحم المفروم. مع السلامه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.